من فضل الله تعالى على عباده ان جعل لهم مواسم للطاعات تضاعف فيها الحسنات فيتنافسون فيها بما يقربهم الى ربهم ومن هذه المواسم الفاضله عشر ذي الحجه وذلك بما اودع الله سبحانه وتعالى فيها من فضله واكرامه لعباده ففيها يوم الترويه ويوم عرفه ويوم النحر ولعظم شأنها أقسم الله سبحانه بها بقوله والفجر وليالي العشر وأخبر عليه الصلاة والسلام بأنها أفضل أيام الدنيا فقال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر يعني عشر ذي الحجة. يقول أبو عثمان النهدي: كانوا أي السلف يعظمون ثلاث عشرات العشر الأخير من رمضان والعشر الاول من ذي الحجة والعشر الاول من محرم فبما نستقبل هذه الايام؟ عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله عز وجل من هذه الايام، يعني ايام العشر. قالوا يا رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء والعمل الصالح شامل لمختلف انواع العباده من صوم وصلاه وحج وذكر وتكبير لله تعالى وتلاوه قران وانفاق في وجوه البر وغير ذلك فمما يتاكد في هذه الايام الصوم ما عدا اليوم العاشر منها فعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة خاصة يوم عرفة الذي يكفر صيامه سنتين ومنها ذكر الله تعالى والتكبير قال تعالى ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام. وهي ايام العشر، ومنها الحج، وهو افضل ما عمل في العشر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه، ومنها الاضحيه، ومن اراد ان يضحي امسك عن الاخذ من شعره واظفاره. من دخول شهر ذي الحجة حتى يذبح أضحيته.